أستاذ صلاح من المنوفية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ صلاح. مولانا السلام، كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. وحضرتك طيب وبصحة وبسلام وبعون إن شاء الله. أولا أسجل احترامي لشخصكم الكريم وألف شكر على البرنامج المحترم. الله يرضى عنك ويزيدك ويزيدك بركة ونور وفضل يا سيدي. الله يرضى عليك وعلى والديك. سؤال باختصار يا فندم، إن أنا عندي شهادة وديعة في البنك، العائد اللي بيطلع منها يا دوب بيكفي في مصاريف، يعني ما بيتفضلش منه حاجه. فيعني بعد كده يعني انت عليها زكاه؟ يعني طيب، يعني انت دلوقتي عندك شهاده استثمار بتطلع أيوة. لك ريع اما كل شهر او كل 3 اشهر او كل 6 اشهر، فالريع أيوة. اللي بيجي دوت على قد المصاريف بالظبط، يا دوبك بيكفي مع المعاش يعني. واخد بال حضرتك؟ ربنا ان شاء الله يجعلك تعيش دايما في خير وبركه وفي سعه. الله يرضى عليك يا مولانا. بتسألني هل ده عليه زكاة؟ انت الاموال المدخرة اللي عندك دي، الله يكرمك. استنى بس لما تتفك الوديعة بقى. استنى انا لسه ما قلتش حاجة حاج صلاح، انا لسه ما قلتش، لسه ما جاوبتش، اسمعني طيب. استنى حاج صلاح، انت دلوقتي عندك، انت ما عندكش ما يكفيك، لكن انت بتصرف من الوديعة من الشهادة دي. فالشهادة دي يا سيدي الفلوس بتاعتها بلغت النصاب ولا لا؟ بلغت النصاب بالفعل. طيب يبقى احنا هنطلع 10% من الريع، ركز معايا، مش 2.5% على المبلغ والريع، هنطلع 10% من الريع مثلا. اضرب هو الدخل الشهري، فاهم؟ هضرب لك مثال، الفلوس دي مثلا 700,000 وبتطلع مثلا بتطلع 7000 جنيه في الشهر. تمام، كويس كده. يبقى هنطلع ايه؟ 700 جنيه كل ما يجي لي الفلوس. فهمت. يبقى هنطلع 10% من الريع، مش 10% من ال 700,000. يبقى هنطلع 10% من ال 7000، مش 10% من الايه؟ من ال 70 ايه؟ من ال 700,000. خلاص يا سيدي؟ فهمت حضرتك. طيب يا سيدي، ربنا ان شاء الله يبارك لك ويزود خيرك يا رب.